بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا وحبذا ربه وحب دينا وحبذا محمد هادينا. الحمد لله على نعمة الإسلام. اسمعوا ما هو جاءنا من خيرات الإسلام وما هو من البدر التمام وما هو بفضائل لقيام الليل وصلاة القيام. وأكيد كل هالشيء يودينا إلى رضا الله عز وجل، لكن طبعا أكيد يعني نقدم الفرض على النفل، مش النفل على الفرض، لا. والله تعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون، هدول يتقوا الله تبارك وتعالى. في آخر الآية الله قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني هلا قبل شوي قبل ما يأذن نص ساعة ثلاث ربع الساعة يبلش يشتغل بالاستغفار. هذه إلى أسرار عظيمة. قال شيخنا هذا وقت السحر وقت الأسرار العظيمة، وقت تستجاب فيه الدعوات، وقت تكثر فيه خطوات أولياء الله تعالى. والله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومعنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عما هو عن الفرش ومواضع النوم، يقوم بترك هذا النوم اللي هو مقصود فيه بالضرع إلى الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقرب إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهات عن الإثم ومقرضة للداء عن الجسد. ياما في ناس بيكونوا مرضى بيقوموا بالليل بيتضرعوا إلى الله يدعون الله، بسبب هذا قيام الليل بروح عنهم كمان أيضا أمراض. وليعلم عباد الله أن صلاة التهجد وقيام الليل عبادة جليلة وقربة عظيمة وشريعة ربانية وخصبة حميدة ومدرسة إيمانية وسبب من أسباب تنوير القلوب والقبور، وهي من سنن الأنبياء والمرسلين، وهي قيام الليل رحمة كيكون أنا من دأب وعادة عباد الله الصالحين قبل هذه الأمة، يعملوا بس بأمة محمد هذا الشيء، وهي سنة نبوية من سنن نبينا المصطفى المؤكدة التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ ويداوم عليها ويحض أمته عليها لما فيها من خير عظيم لهم في الدنيا والآخرة. فيها خير كثير كبير بما هو لأمر الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إحنا الله نقرب عليه يعني. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني مما هو من النوافل. هذا حديث رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اعملوا هالخصال الطيبة الحسنة حتى نحن نعم شيء قربنا إلى الجنة. فلذلك فضائل صلاة التهجد قيام الليل أسرار عظيمة. إن قيام الليل بالطاعات والعبادات عبادة جليلة ذات خصال حميدة وفضائل جليلة. وما أحوجنا أن نلم بفضائل وفوائد
صلاة التهجد وقيام الليل، يعني قديش حلو نيجي نتعرف عن فوائد هذه الأمور ونعرف قدرها أيضا وما فيها من ثواب عظيم وأجر كبير كمان أيضا في الآخرة، وما فيها أيضا من آثار عظيمة في نفوس هؤلاء العباد الذين قاموا الليل يذكرون خالقهم وقد هجروا لذيذ المنام وانتصبوا في الظلام يطلبون رضا خالقهم للجلال والإكرام. إيش حلو كثير عظيم جدا إنك أنت تقوم بالليل تتضرع، الناس نايمة أنت عم تقوم قبل الفجر تتضرع إلى الله بركعتين أربعة وهكذا أيضا. هذه الله تعالى بحبها منك لأنك تركت ملذتك قمت إلى تمجيد الله توحيد الله. قيام الليل سبب ذلك أيضا، سبب لطيب النفس وانشراح الصدر، إن الصلاة حافظة للصحة كذلك أيضا ومطردة للأدواء والعلل كما أخبر النبي، وفيها شفاء أيضا بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها. وإن المتهجد في الليل من أروح وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، وبالنهاية يقول لك ومن ذاق عرف. بعدين ليش هيدي إلها إصرار؟ تصير عندك اختبار امتحان، أنا عملي مقبول؟ لأنه بالنهار معرض أنت صرت تصلي وتصوم مثلا، معرض قدام الناس أنه أنا عم صلي، معرض قد تتعرض للرياء قدام الناس، صدق تعرض قد تتعرض للرياء قدام الناس. أما إذا بالليل لحالك ما حدا شايفك تجي صافي، وما حدا شايفني تطلع منك تطلع صافي، هون بيكون أقرب. لهذه الأشياء يعني قيام الليل مثل قبل الفجر تقوم تصلي هذه إلها فوائد كثير مفيدة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف قيام الليل والذي يشتمل على صلاة التهجد في الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. والحلوة ده شو الفخامة هذه، إنه أنا قوم الليل ورح قلنا الأشياء. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه حديث غريب أي رواه واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم أي آخره إذا نام هو ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ما تصلي لا مغرب ولا عشاء، نام. قال النبي فإذا مثلا قام قبل الفجر كان عليه صلاة عشاء، فإن استيقظ فذكر الله تعالى حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، فإن صلى حلت عقدة، فأصبح طيبا نشيطا نفسي. أبو زر ما بيعمل يا سيدي يا رسول الله؟ قال أصبح وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه، يعني ذلك كآبة عليها تارك الصلاة تارك فريضة، مش عم بحكي عنه تارك النفل تارك فريضة. ومقصود الشيطان بذلك التلبيس على النائم وتثبيطه عن القيام بهذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله تعالى ولما فيها من ثواب عظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. بعدين هلا بعشر تقوم وتسحب معه. قيام الليل سبب للفوز بمحبة الله تعالى ورضاه، يعني أكيد مع أداء الواجبات اجتناب
المحرمات. لو كان قضاء شيخي كمان في يقضي الواحد بهالوقت الناس. كيف ما يعني؟ لو قضى العصر ما أصلا عند إذا واحد عليه قضاء فيه ما يقتله بلا عذر أصلا ما له يصلي قيام ليل، ما له ولا وتر ولا سنة الصبح يصلي قضاء. قضاء مقرر. إن محبة الله تعالى العبد والعمل لنيل رضا الله تبارك وتعالى هي أعلى ما يتمناه المؤمنون الصادقون. أنا شو بدي؟ أول شيء محبة ربي، لأنه محبة ربي بتفوتني على الجنة، وهذا اللي شو بحبه أنا كمان. ومحبة الله تعالى تكون كيف؟ إذا أنا بدي نيل محبة رضا ربي اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. قال الله تعالى: قل إن كنتم، أي قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سلام. شو هالحلو، شو هالجمال، هالبسط اللذة، هذا الفرح. نحن عم نحن بخضم الخيرات والحسنات تتلذذ بهذه الاشياء. السلام. يقول الامام العارف رضي الله عنه زنون المصري: من علامات المحب لله عز وجل متابعه مين؟ حبيب الله. انت من علامات المحب لله اتبع النبي في اخلاقه، افعاله، اوامره وسننه. ومن جملة النوافل والأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن منها قيام الليل. قيام الليل ما نجي سهل كمان أيضا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله. هدول الثلاثة مين هن؟ ويضحك إليه، أكيد يعني بدون تشبيهات مخلوقاتي. يضحك أي يرضى، يعني الله يرضى. ويستبشر بهم. وذكر من بينهم: والتي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول، فيقول الله أي الله عز وجل عن هذا العبد: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رفض. أنا كذا مفرط عليه، ترك فرشته بهالشتي وبهالبلد مبسوط، وترك مرته كمان أيضا، كمان مرته تركها وقام تهجد إلى الله. الله يحب هذا الشيء، الله يحب منك تفعل هذا الشيء. كسر نفسه، هذه مش سهلة، هاي فيها كسر نفس. فيا لها من بشارة الهناء والسعادة بهذا المؤمن، ويا لها من كرامة ونعمة ومنة ودرجة عظيمة ومنزلة رفيعة أن يحظى هذا العبد بحب الله تعالى ورضاه. هيدي كنت شو بدك غير من محبة الله؟ قيام الليل سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة. قلت لكم مع أداء الواجبات اجتناب المحرمات. وعن سهل بن سعد عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. تعريف كمان هذه الأمة: واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا رواه الطبراني، فعلا شيء عظيم جدا. شيخي، لابد الصلاة التهجد أو قيام الليل لابد أن يسبقها نوم؟ يعني لابد أن يسبقها نوم؟ إيه، يعني يكون نايم وبيقوم ولا سهران؟ إيه نعم، قيام الليل بيقدر يتواصل، تهجد نوم بعدين هذا. بارك الله. قال عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أخرجه ابن أبي الدنيا. شو ماذا يكون بالدرس يقرأ القرآن يستغفر ربه كمان. هذان الحديثان الشريفان بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل. يا قائم الليل، شوف شو عم بتنام. في ناس بتقوم الليل بس ما بتقضيها على السهرات التلفزيونية، أمور لا خير فيها، خسر.
فهنيئا لك، لان المؤمن يعني هنيئا لاقام طاعه الله، لان المؤمن لما قام الليل طاعه الله عز وجل تارك شهوه النوم والفراش اللين، ووقف يصلي في الليل متذللا خاشعا لخالقه ومولاه، شرفه الله عز وجل ورفع قدره عنده واعلى منزلته في الجنان التي اعدها لعباد المؤمنين. قيام الليل يا جماعه وسيله لتثبيت القران في الصدر، ان ثبات ايات القران العظيم في الصدر نعمه ما هي عظيمه، ومما يساعد ايضا على تثبيت القران في الصدر المداومه على قراءته في الليل والنهار، هذه من الاشياء بتساعدك تثبت القران بصدرك. وقيام الليل بالصلاه وقراءه القران فيها من اكبر الوسائل والاسباب في تثبيت ايات القران الكريم في الصدر، وهو ايضا وسيله مباركه للتسهيل، كذلك للتسهيل على قارئ القران حفظ هذا القران وتثبيته في القلب. قيام الليل هو عادة وطريق الصالحين. نسمع عن أبي أمامة رضي الله عنه بيقول عن رسول الله أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني هذه منا بس من عادة أمة محمد، كمان قبلنا، إن قيام الليل بطاعة الله عز وجل وعبادته عبادة عظيمة واظب عليها الأمة والصالحون من أتباع الأنبياء السابقين، واجتهدوا في إحراز فضلها لما لها من فضل عظيم وثواب جزيل وخير عميم. وقد أخبر النبي الأعظم في هذا الحديث إن عبادة قيام الليل بطاعة الله كانت دأب الصالحين قبل هذه الأمة، ومن عاداتهم كانوا يعرفون بها، وقد ابتدى بهم السلف الصالح والعباد من أمة النبي المصطفى الذي هو خير الأمم. لذلك عليك يا عبد الله بهذه العبادة العظيمة التي كان يوافق عليها نبينا المصطفى وإخوان الأنبياء السابقون وأتباعهم العباد الصالحون. وقد قال أحدهم: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. ما تفوت على حالك هذا الأجر الكبير. قيام الليل وسيلة لنيل ذلك المعالي والدرجات العالية، ومنه يستجاب لك الدعاء، إن قيام الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وسيلة للترقي ونيل الدرجات العالية عند الله، لأن فيها قهرا للنفس مخالفتها ابتغاء الثواب من الله عز وجل. وكما قال العارفون: شفاء النفس، شو هو؟ تعطيها كل متطلباتها ولا تخالفها؟ خالفها. هذا المؤمن العابد الذي أطاع الله واستيقظ في الليل وأثار من لحافه وفراشه من ذلك، ومن بين حبي وأهلي ترك لذة النوم وراحة فراشي إلى صلاة وعبادة خالقه ومولاه ودعائه رغبة لمرضاة الله سبحانه وتعالى. والله يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قيام الليل يورث سكن عرف في الجنان. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي، يعني عم يسأل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي القصور هاي اللي بتشوف باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس
شو قيام هذا حديث رواه الترمذي. يجد من ذلك السر العظيم في هذه الأيام قيام الليل اللي بيقوموا عصرة الفرض بيقوموا بيقوموا التهجد قيام الليل يا جماعة سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. إن قيام الليل والصلاة والطاعات باب من أبواب واسع من أبواب الخيرات ورفع الدرجات وسبب لتكفير السيئات ومحو الخطيئات والتجاوز عن الزلات والعفو عن الهفوات. فإن كثيرا من بني آدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطايا، وقيام الليل من أعظم المكفرات وأجل الكروبات. فقبي عبد الله في الليل البهيم إن أدهم الليل بداج الظلام، واقطع ليلك بطول البكاء وصلاة القيام، عسى أن تفوز في الآخرة بنعيم لا ينفد في جنات النعيم في دار السلام. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء. من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن بها الله تبارك وتعالى على من يقوم الليل في الظلام لمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانتصار له بالدعاء إجابة الدعاء. كمان ورد عن نبينا أنه قال: من تعار من الليل، قام الليل يعني، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. فتفوت على حالك، قلت لكمش يعني تعار استيقظ الليل. هذا الحديث جدير القدر عظيم النفع مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة عظيم. فينبغي لمن بلغ هذا الحديث أن يغتنم ذلك. والنبي قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، مش بس مرة بالأسبوع مرة بالشهر، كل ليلة في هاي. وأفعلكم الليلة هاي اغتنم هذه الساعات. فجميع لذلك في جميع ساعات الليل في كل الليل قد الله أعلم متى يكون. بالنهاية يا جماعة قيام الليل ابتداء بالنبي، لقد كان من سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. شيخي بس سؤال بس للإعادة، يعني اللي بينطر الفجر ليصلي ما بينام عشان يصلي الفجر، هذا قيام الليل لا ينوي التهجد.